Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yada'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina istara'u dalalata bil huda
فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وألم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر